الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، مرحبا بكم إلى درس جديد من دروسنا في روائع إعجاز وبلاغة القرآن الكريم. وحديثنا اليوم حول آيات مباركات من أوائل سورة الإسراء. فقد اختلف المفسرون اختلافا كبيرا في قول الله تبارك وتعالى: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فاختلفوا في بيان هاتين المرتين اللتين يفسد اليهود فيهما أيما إفساد في الأرض، فيبعث الله عليهم في المرتين من يسومهم سوء العذاب، كما قال الله تبارك وتعالى: فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. وقال الله تبارك وتعالى في الثانية: فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. فاختلف المفسرون، فمنهم من قال أن الأولى كانت على يد البابليين لما غزوا اليهود وسبوا بعضهم إلى بابل حسب ما ذكر أهل التاريخ، فكان في ذلك عذاب عظيم لليهود بظلمهم. وبعضهم من قال إن المرة الأولى هي على يد النبي صلوات الله وسلامه عليه وعلى يد أصحابه الكرام رضوان الله عليهم، عندما أجلوا بعض اليهود من المدينة وقتلوا بعضهم، وكما جاء في السيرة وفي الحديث الصحيح كذلك. واختلفوا في الثانية كذلك، فمنهم من قال إنها التي نحن نعيشها الآن بما يفعله اليهود في أرض فلسطين المباركة وفي أرض الإسلام في الجولان، وما يفسدونه في الأرض وما يؤذون به المسلمين من قتل وتعذيب وغير ذلك. وقد فسرت في بعض دروسي في كتاب التفسير القويم للقرآن الكريم والتي بثثتها في هذه القناة، ونصرت القول الذي يقول بأن المرة الأولى أن العباد الذين ذكرهم الله تبارك وتعالى في الأولى بقوله: بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا، المقصود بها النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه وأصحابه الكرام رضي الله عنهم، عندما أجلوا بني قينقاع وبني النضير من المدينة، وعندما قتل النبي صلى الله عليه وسلم الرجال من بني قريظة لما غدروا بالمسلمين في غزوة الخندق، وبما أجلوا كذلك أهل خيبر، وحكم النبي صلى الله عليه وسلم خيبر بعد أن استسلم اليهود للنبي صلوات الله وسلامه عليه ونزلوا على حكمه بعد أن حاصرهم، كما جاء في السير والحديث الصحيح. وبأن المرة الثانية هي التي نحن فيها الآن، ونحن بانتظار وعد الله تبارك وتعالى لنا بالنصر على اليهود بإذن الله تبارك وتعالى. وكان في من شاهد تلك الدروس على قناتي هذه رجل خالفني الرأي، فبعث لي بتعليقات على هذه القناة بأن كلامي الذي نصرته لا يستقيم، بأن الأولى المقصود بها هي السبي البابلي، كما بينت في بداية حديثي هذا بأن بعض أهل التفسير وأهل العلم يقولون ذلك. فساجلته وناقشته في تعليقات كثيرة، فكان الأمر سجال بيني وبينه، إلى أن أرسلت إليه بحجة دامغة في هذا القول، فقلت له:
كما تقول في قول الله تبارك وتعالى: ثم رددنا لكم الكرة عليهم. الله تبارك وتعالى بعد أن بين أن اليهود يفسدون مرتين إفسادا عظيما، لأن إفسادهم مستمر ومتكرر، ولكن الله تبارك وتعالى ذكر في القرآن الكريم في سورة الإسراء هاتين المرتين لعظم فساد اليهود وإفسادهما فيهما، وأيضا لصلتهما بالمسلمين وبالنبي صلى الله عليه وسلم وبأصحابه وبأمته. فقال الله تبارك وتعالى في الأولى: بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا، ثم قال سبحانه وتعالى: ثم رددنا لكم الكرة عليهم. قلت لهذا المجادل المخالف، قلت له: فما تقول في قول الله تبارك وتعالى: ثم رددنا لكم الكرة عليهم؟ إن كان المقصود كما تقول بأن الأولين الذين يسلطهم الله تبارك وتعالى أو الذين سلطهم الله تبارك وتعالى اليهود لإفسادهم الأول هم البابليون الذين سبوا اليهود كما ثبت في التاريخ، فكيف يقول الله تبارك وتعالى: ثم رددنا لكم الكرة عليهم؟ فهل المقصود بأن الله تبارك وتعالى ينصر اليهود على البابليين في بعد أن نصر البابليين عليهم في الأولى ثم تكون الغلبة للبابليين في الثانية؟ كلام لا يستقيم، الكلام لا يستقيم. والحضارة البابلية أو الدولة البابلية التي كانت وسلطت سلطه الله تبارك وتعالى على اليهود بظلمهم انتهت وانتهى أوانها. فالآن الحديث عن صراع بين أمة اليهود وبين أمة الإسلام، أمة محمد صلوات الله وسلامه عليه. في الأولى أفسد اليهود، وإفسادهم الأول العظيم هو حربهم لسيدنا محمد صلوات الله وسلامه عليه ولدعوته ولأمته. عرفوا أنه رسول الله فأبوا أن يسلموا به وأن يؤمنوا به، وحاربوه وحالفوا المشركين عبدة الأوثان عليه من كفرهم وظلمهم، فنكل الله بهم وسلط الله عليهم رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم، فأجلوا بعضهم وقتلوا بعضهم. هذا هو المقصود، والله تعالى أعلم، في قول الله تبارك وتعالى في الأولى: بعثنا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا، ثم قال الله تبارك وتعالى: ثم رددنا لكم الكرة عليهم، أي أن الله تبارك وتعالى يأذن بأن ينتصر اليهود على المسلمين كما هو الحال الآن ومنذ السنين في العصر الحديث، بأن احتلوا أرض فلسطين المباركة المقدسة، واحتلوا أرض الجولان، واحتلوا أرض سيناء في وقت من الزمان، ثم صرفهم الله عنها بفضله. فهذا هو المقصود بقول الله تبارك وتعالى: ثم رددنا لكم الكرة عليهم. وعندما خاطبت وراسلت هذا المجادل المخالف وقلت له: فما تقول في قول الله تبارك وتعالى: ثم رددنا لكم الكرة عليهم؟ لم يرجع إلي بجواب، انقطع، لأن هذه الحجة من هذه الآية من قول الله تبارك وتعالى في سورة الإسراء هي حجة دامغة موضحة قاطعة بأن القول الذي نصرته في تفسير هذه الآية في سورة الإسراء هو القول الصواب، هو القول الصحيح، وهو قول كثير من أهل العلم والتفسير ممن سابقون رحمهم الله كما بينت. ثم يقول الله تبارك وتعالى: ثم رددنا لكم الكرة عليهم وامددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. اليوم اليهود أكثر نفيرا، عندما يطلبون نصرة حلفائهم يهبون نصرتهم، فهم أكثر نفيرا منا. وإن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها، فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة. هذا وعد الله تبارك وتعالى الذي نحن الآن ننتظره ونرجوه أن يكون قريبا بفضل الله تبارك وتعالى. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.